التمزق، الفرق بين تمزق العضلة وشد العضلة. ما بتكلم كلام طبي، صار طبيب أو بيطري إن كنت تبغى كلام منطقي مرة، بس أنا من التجربة اللي يعني أغلب اللي جربوا يعرفونها. صار لما يقول شد، جاء شد عضلي، شد زي البشر ممكن يفك بيوم يومين أسبوع أسبوعين كثير يفك ولا عاد يرجع، مو بشرط إنه يرجع لعدة أسباب طبعا حصوله، بس فك سهل. التمزق هو إن حصان جاء شد قوي جدا أو عدة شدود وراء بعض فأدى إلى أن العضلة نفسها تمزقت. الحصان اللي فيه تمزق ممكن بسرعة يطيب أو يطيب، لكن يطاب عرضة للرجوع الشد أكثر. يصير الحصان يطيب ثم مع الوقت يجي تمزق مرة أو شد مرة أخرى، ثم يطيب ثم مرة أخرى يجي تمزق. ذاك تعرف خير فيها تمزق دائما يسوونها فصد العرق عشان يطلع الدم الفاسد، وبعضهم يسوون لي تطعين اللي يطع عن كتف الحصان زي الحجام عند البشر، يجيب شيء حاد يبنج كتف الحصان ويعطيه يطع عن الكتف نفسه عشان يطلع الدم الفاسد من العضلة، ومع الوقت يقل الشد. بعضهم لدرجة انه ممكن يفسد الحصان او يطعنه حتى لو ما في شيء توقع انه بيجي شد في سباق وغيره. فالتمزق هو عضلة اصيبت عدة مرات او مرة واحدة قوية جدا فصارت مع الوقت كل شوي تشد، لو جاء سبب واضح للشد رجع الشد. بينما الشد شيء مؤقت ممكن يحصل مع الجميع زي البشر، يجيك شخص عنده مشكلة في عضلة مثلا ضامة او عضلة الفخذ الى اخره فيتعرض للشد في العضلة هذه بشكل مستمر فترة زي لعبين كرة فرضا، وممكن يجيك شد طبيعي الكل ممكن يمر فيه او الكل بيمر فيه. فالشد غير التمزق،